استهدافات وقصف متبادل تشهده مناطق شمال غرب سوريا بين قوات الحكومه من جهه وهيئه تحرير الشام الارهابيه جبهه النصره سابقا والفصائل المسلحه التابعه للاحتلال التركي من جهه اخري ما يسفر عن سقوط قتلي وجرحى من الطرفين اضافه الي ضحايا مدنيين المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان قوات الحكومه استهدفت بصاروخ سياره مدنيه على محور قريه اتقاد بريف حلب الغربي ما اسفر عن مقتل عنصر من هيئه تحرير الشام الارهابيه واصابه ثلاثه اخرين بالتزامن مع اصابه عناصر من الهيئه الارهابيه على محور كفر عمه بريف حلب نتيجه الاستهدافات المتبادله على محاور القتال. القصف الحكومي طال أيضاً مواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي على محور معارة النعسان بريف إدلب ما أسفر عن مقتل عنصر من فصيل جيش الأحرار الإرهابي وفي سياق متصل استهدفت قوات الحكومة السورية بأربع عشر طائرة مسيرة مواقع للهيئة الإرهابية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بسهل الغاب في ريف حماة وموقعين بجبل التركمان بريف اللاذقية وخمسة مواقع بريفي حلب وإدلب دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. بالمقابل استهدفت هيئة تحرير الشام الإرهابية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع لقوات الحكومة السورية علي محور بسترون في ريف حلب الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية